محاولة داعش لإسقاط الرماد اليوم منذ ساعات الصباح الأولى واستهدافها ب15 سيارة مفخخة يقودها انتحاريون استهدفت القوات الأمنية ومكان تواجدها في 4 محاور منها قاطع الفرسان والتاميم وشارع 20 وجزيرة البعثة شمال الرمادي فضلا عن تفجيرهم جسر التاميم وسط المدينة. تلك المحاولات أفشلتها القوات الأمنية وطيران التحالف الدولي الذي استهدف تجمعات داعش وقتل العشرات منهم. انتحاريين وآليات همر مفخخة أيضا إحباط عمليتين انتحارية واحدة انتحاري حاول التقرب للقطاعات أيضا. تمكنا من إعادة كافة المواقع التي تحتله ولساعات. الأجهزة الأمنية فرضت حظرا للتجوال بعد حصولهم على معلومات بالهجمات واستعدادهم لها تزامنا مع عمليات التطهير التي تشهدها صلاح الدين وهروب الكثير من المسلحين إلى الأنبار. بعد انكسارهم في معركة صلاح الدين ومعركة قرمحة وزعزعة الوضع داخل مدينة الرمادي ولكنهم تفاجؤوا بالصد من أبناء العشائر والأجهزة الأمنية واليوم قاموا بتفجير السد عن قصر داعش هم هدفهم التخريب هدم جميع البنى التحتية في الأنبار. بيننا وبينهم حاليا الجثث موجودة على الشوارع مالتهم. فيما أكد المقاتلون من أبناء العشائر الساندة لقوات الأمن مواظبتهم على التواجد في السواتر الأمامية القريبة من المسلحين واستعادة الكمائن التي سيطر عليها داعش لساعات محددة. متواجدين ضد داعش الإرهابي وسوهم أكثر من 9 عمليات بنفس الوقت على محافظة الأنبار بالداخل على جسر الورار وعلى مركز الفرسان وعلى أمرية الأفواج كل مكان. والرمادي ما بيها شيء وإن شاء الله باقين وهاي الناس اللي قاعدة تقاتل عشائر وكلها موجودة وإحنا بالكمان الأولية باقين وصامدين حتى النصر إن شاء الله هاجت مجوحة بالأماكن. من مدينة الرمادي عمر العبيدي الحرة.